السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. معكم قنوري عبد اللطيف. اليوم غادي نوريكم كيفاش ديروا تصنعوا ميكروفون احترافي بحال هذا بأدوات بسيطة جدا. ميكروفون احترافي للصوت، تابعوا الشرح أصدقائي. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ديالي، وما تنساش دير لايك والأول كومنتير وبارطاجي الفيديو باش تعم الفائدة أصدقائي. تابعوا الشرح. السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نوريكم كيفاش تصايبوا ميكروفون احترافي جدا. كما كتلاحظوا معنا أصدقائي، خاصنا يعني المعدات اللي غادي نستعملوا في هذا الميكروفون. هذا خاصنا إسفنجة ولا بونجة بحال هذا الشكل. هذا نقصوا بعد الجانب، نقصوا مورصو بحال هذا، مورصو بحال هذا. ويمكن لكم تختاروا اللون كما بغيتوا نتوما، بغيتوا تختاروا الالوان اللي بغيتوا. انا فضلت هذا الشكل هذا كحل باش يجي الميكروفون احترافي. وغادي ناخذوا بحال هذا الشكل هذا ديال دوليبران ولا تيو كما كان داير عادي تيو. ولا يمكن لكم تاخذوا على سبيل المثال هذا الشكل هذا الا بغيتوا، هذا شي احترافي شويه بغيتو هكا. انا فضلت هذا اللي يجي كلاسيكي عادي هكا عادي كما راكم تلاحظوا. ما علينا، نردوا الاسفنج دائريه بحال هذا الشكل هذا، نديروا شويه بلالا، ندوروا هكا مزيان. انا كنت سبقت ورجلتها مزيان بحال هذا الشكل. والان اصدقائي غادي نجيبوا هذاك التيو وغادي نثقبوا واحد الثقبه هنايا، اما هنايا في الوسط واما هنايا، ثقبه عاديه اصدقائي. من بعد ما درنا الثقبه هنايا نجيبوا بطبيعه الحال الصناطات ديال الهاتف، الصناطات ديال الهاتف كما بحال هذا الشكل هذا. اذا كانت عندكم في الدار مخصره، غادي نحتاجوا غير هذا الميكروفون هذا غادي نحتاجوه. يمكن لكم تقصوه من هذا الجانب. انا الصناطات ديالي باقي عاد خدامين، ما بغيتش نضيعهم. غادي نحتاجوا غير هذا الميكروفون هذا. غادي نقوموا بادخال هذا الراس هنا بحال هذا الشكل هذا. ندخلوا حتى هذه هنايا بحال هذا الشكل. ندور، نقوم بوضع الاسفنجه هنا، نديروا هذه البونجه هنايا ونزيروها شويه بالسكوتش بحال هذا الشكل باش تبان بروفيسيونيل. إذا أصدقائي هذا هو الميكروفون ديالنا كما كتلاحظوا. دابا غادي نقوموا بتجربة هذا الميكرو باش تحكموا عليه نتوما. كما كتلاحظوا هذا هو الميكروفون. غادي نقوموا أصدقائي بتجربة هذا الميكروفون. السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. معكم قنوري عبد اللطيف. اليوم غادي نوريكم كيفاش ديروا تصنعوا ميكروفون احترافي بحال هذا بأدوات بسيطة جدا. ميكروفون احترافي للصوت، تابعوا الشرح أصدقائي. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ديالي، وما تنساش دير لايك والأول كومنتير وبارطاجي الفيديو باش تعم الفائدة أصدقائي. تابعوا الشرح.